انت منين جيتي؟ تقريب ولا جديد؟ قديم. السلام عليكم. انا كنعتبر هذه من الابطال ديال الامه. كنعتبرها من الابطال ديال الامه. والنهار اللي في الصباح وعرفت هذاك الخبر حزنت واحد الحزن شديد، ما زال لم يفارقني. وهنيئا لها، لانه انا كنت كنشوفها يعني في ذاك الطريقه باش كدير المتابعات الصحفيه، شجاعه يعني تتجاوز شجاعة الرجال المعروفين العاديين. وكيظهر لي كانت مناضلة صادقة. نعرف اللي هي مسيحية ماشي مسلمة، ولكن كانت كتعطي المواطنة المعنى الحقيقي اللي كيخصو يكون، اللي ما يعني الناس كيندمجوا فيه كاملين قضاياهم الوطنيه بكل صدق وبكل اخلاص وبكل شجاعه بغض النظر على الديانه ديالهم. السلام عليكم. خلينا نمشيو. واحد المغرب كان خاشو تشاهد القضيه. شنو ودابا طبيعه شي؟ شوف شوف، غنقول لك واحد القضيه. سولني على الموقف ديالي ولا قلت لك راه لاباس عليك بالنسبه للتحكم عليها؟ واش انتم هذا السؤال عيب ان يطرح. لكن انا اسمح لي يكون عمومي ولا يكون خصوصي ولا يكون الباكور الهندي. عيب أن المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود ولا غيرهم واحد الأيقونة بحال هذه اللي عطات الدم ديالها يدخلوا في هذا الشيء. الترحم يجوز على الجميع. حيد عليا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.